right there. Come on, hey, right here. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. بداية، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بنا على الأرقام التالية، عندكم ذن الرقمين تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على أي رقم من هاي الرقمين، وعندكم رقمين آخرين للاتصال من خارج العراق، فعندكم 4 أرقام للاتصال، 2 من الداخل و2 من الخارج. أما الرقم الأخير المخصص للرسائل، هذا الرقم هو رقم الواتساب للرسائل المكتوبة، أي يعني تكتب لي رسالة أتمنى تكون مطبوعة باسمك أو مكان تواجدك كمحافظة أو بلد خارجي إذا دزلنا من خارج العراق حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. وعذروني أشد الاعتذار، اللي يتصل على رقم الواتساب ما نقدر نستقبل اتصاله أو نستقبل أي رسالة صوتية على البرنامج. مثل ما شفتوا بالفيديو اللي طلع بالبداية، أتصور كل العراقيين يتذكرون هذا اليوم. اليوم يمر علينا أو تمر علينا الذكرى 18 لاحتلال بلدنا الغالي، ذكرى 18 لدخول القوات الأمريكية البريطانية التحالف اللي تقوده هاتين الدولتين العراقنا، ذكرى 18 لبداية الدمار بالعراق، الذكرى 18 لانتهاء ما وعدوا به الكل يتذكر من طلع جورج دبليو بوش الابن قبل هذا اليوم قبل 18 سنة وقال راح أخلي العراق نموذج للديمقراطية بالعالم، والكل يتذكر أعضاء مجلس الحكم الانتقالي اللي تأسس بعد هذا اليوم وهم يعدون أحلام وردية الشعب العراقي، كهرباء 24 ساعة، حصة النفط، راح يخلون العراق أغنى بلد بالعالم، راح يخلون الشعب العراقي عايش أحسن عيشة بالعالم. وعدوهم بوعود يكون العراق بيها في أوج عظمته، ويكون العراقي هو حر نفسه، ويكون العراقي سعيد، وصوروا لنا العراق راح يكون بلد السعادة وبلد الراحة النفسية. بس بعد 18 سنة قتل، خطف، تعذيب، ميليشيات، محافظات مدمرة، أحزاب مسلطة على رقاب العراقيين، تدخلات إيرانية وأمريكية بالجملة، إضافة إلى ذلك الفساد اللي سرق الغالي والنفيس بهذا البلد وخسرنا به كل شيء. فبداية 9/4 شو تمثل لكم؟ ويانا أبو ذياب من الفلوجة، حياك الله يا أبو ذياب. السلام عليكم أستاذ فهد العزيز. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. نتذكر هذا اليوم الأليم والمأسي ذكرى احتلال العراق 18. وأقول شعر صغير. تفضل. مزقوك يا وطني، قتلوا شبابك يا وطني، اعتدوا على بناتك يا وطني، حاولوا أن يمحوا تاريخك يا وطني، وحاولوا أن يمزقوا حضارتك يا وطني، ولكنك يا وطني بقيت شامخا، ولكنك يا وطني بقيت شامخا رغم جرحك الأليم. وأقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من دمر العراق، ولعنة الله على أمريكا وعلى بوش الصغير. الأمريكان قتلوا عمي ورملوا عمتي ورب الأيتام، وقتلوا خالي ومزقوا قلب جدتي. وأنا أقول بأن الفلوجة لن تأخن صدام حسين أبدا، مثل ما يقول المثل عفي الفلوجة لما خانت. أنا أقول إن شاء الله تفالوا في الخير، تفالوا في الخير ستجدوا. الأمريكان يطلعون بالقنادر نطلعهم،
والايرانيين ان شاء الله يطلعون، وهاي الميليشيات يسمون نفسهم مقاومين. اقسم لك بالله ابو ذياب احنا ما نريد نحكي على الماضي وشنو صار بالماضي وشنو اللي جرى بالماضي. لا مو اليوم ذكرى، لكن هاي الذكرى، هاي الذكرى هي ذكرى اليمه على شعبنا وعلى بلدنا. نعم استاذ. نعم كعراقيين، العراقيين حصلوا شيء من هذا الاحتلال اللي اجى ووعد الشعب العراقي بديمقراطية وبرخاء وبسعادة؟ راح اجاوبك استاذي. من احتل العراق العراقيين كانوا نايمين ببيوتهم فتفاجئوا. فلا تنسى انه اكو ناس كانوا يتمنون الامريكان يطبون للعراق عمود يخلصون من صد عمله الرئيس الله يرحمه، واكو ناس طبلوا للامريكان فرحوا، واكو ناس قاوموا ودافعوا، اكو ناس قاوم دافعوا. استاذ انت تدري ايش لعب على اهل الفلوجه بمعركه الفلوجه الثانيه؟ تدخل جيش المهدي. والله لا ما متدخلين، كان احنا انتصرنا. اتدخلوا وخانونا، خانونا بوعونا يم العطار على المدري من وين، وخلوا الامريكان، والامريكان انتصروا. احنا اللي سوينا بالامريكان بمعركه الفلوجه الاولى، لعبنا بيهم جوله، دعسنا على رؤوسهم، بتشيناهم، وجيك واحد يسبب اهلي الانبار يقول كان حرر عرضكم من داعش. هم اصلا داعش طبت من ورا المالكي، طبت من ورا المالكي. بس والله الامريكان مدوم لهم، والله يطلعون من العراق وعلى دول الخليج الخونه. هم اصلا نعم شيء ثاني. شكرا شكرا لك اخ ذياب. يعني احنا خلينا في موضوعنا اخوانا الاعزاء، موضوعي هو 9/4 تاريخ احتلال العراق. محمود من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. هذا الاحتلال في اللعبة الولادة الجهال. دول عبالهم اليوم ورا أمريكا. هذا النظام جابوا هذا النظام أولا علينا جابوه، عبالهم تاباتر اللي هم اليوم ورا. بس العراق بي الزلم ترفع الرأس وكدمكم علي بي ترفع الرأس، ولا لا ترجع تاليس الحرمة. عبالهم اليوم ورا، والله شلون صار، شلون هاليوم هذا صار بينا لسين بهذول عندك. شلون اليوم تسدت الطرق كلها بغداد؟ بس لولا لولا يرحلون اليوم قبل باكر احسن لهم. ما جابوا الامريكان يلعبون على العراقيات، لا مع الاسف. هذول كانوا دايحين، هذا كان بالحرس الثوري، السعيد يقبل كرسي، نويله كانت تبيع مسابيح وصارت بروسها خير، وجابوا علينا عبالهم يا ورا. عبالهم يا ورا. والله عندنا الشيعه كلهم الجنوب امامنا. واخوتنا والله قالوا عبد الموصل احنا وياكم، وان شاء الله نظل احنا الهميد وحده الى الموت. لا نويره ولا العبادي ولا ابو العدس، امان الله مين هم اليوم سدت عليهم الطرق، بس ما اعرف شو يصير بهم. ما مسكت لهم النقد عليهم، هذا الاحتلال على شفنا يضحكون على نفسهم، قالوا يضحكون على نفسهم. والله لا يصير بهم مجلس من ذوله، امان الله الا يصير بهم مجلس. القاموا يبيعون البشر، يبيعون السجين بعشرين دفتر بخمسطعش دفتر، ما عنده منين يجيب. اليوم سنين ولدنا، اليوم 24 ما ندلهم وين؟ هذول نظام، هذول فاسدين. اول ما طب العراق هذا نور المالك يقول لا سويهم 5 ملايين، ولا خلص يصير بحر من الدم وسوى بحر من الدم. هذا خرب دول، خرب دول، ورايح يعترف وين النوب. بس امريكا ما عندها ذوق، هذول اهل السياسه، هذول هذول الحمران ما عندهم سياسه، منين هم السياسه؟ هم قاعد يشوفون الطق وصل الي عطيزهم وما يندلون. هو بعد كلها رايح ياخذ هذه خارطه الطريق، وعلى العراق، سوريا، يتجه على الاردن، يتجه على السعوديه وعلى الكويت ويصل. هذول قشماه، وذول دعم اهل السياسه، البابين ذولا ما ينحطون بالعب. شوف هذا اليوم 16 17 سنه لعبوا بنا طبه. لما جاء قالوا ديمقراطيه وهذا هالشيء ويسوي هالشيء، لعبوا بينا، حطوا ولدنا جوا الدبابات ووروا بيوتنا ونهبونا وباقونا كلهم. من الخير بهم هذول كين هبون بالنفط، والميليشيات تنهب الشعب، الميليشيات تنهب الشعب. ما خلوا لا صوبه لا تلفزيون لا قنينه لا دوشه. والله لعب بينا الخربيه لعبه ما صارت، ولدنا ما نندلها وين. بس والله تاليتها رب العالمين، ترى ما يخلي حمل مطروح يا رجل، والله ما يخلي حمل مطروح. يبيعون السجون، عندك سجون السحب التاجي جوا القاع 5 10 امتار 40 50 اللي فيها ما حد يندلها،
كل وزير قاضب له سجن، كل وزير قاضب له رصيد، كل وزير قاضب له قمرض، كل وزير مقسمه عليهم. احنا هذا مو بلاجم، بلاجم البعير سليم الجمهوري. انا اروح يتنازل من السنه يروح يصير شيعي؟ مع الاسف مع الاسف مع الاسف علي والله، ولا جمهوري. نعم، شكرا 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 لك اخ محمود. اريد افسح المجال الى البقيه. ابو ياسين من ديالى، حياك الله ابو ياسين. موضوعنا اليوم عن ذكرى 18 لاحتلال بلدنا 9/4، تفضل. هذا 9/4 يوم اسعد العراقيين على الامه العربيه كافه، ولكن يوم طلع الخون العملاء الاراضي اللي لمتهم امريكا من فاتيات تحكم العراق اسما جدا يعني. ومع ذلك هاي امريكا اكو ناس تتبجح امريكا، هاي امريكا الغازيه وحلفاء الحلف الصليبي ومن خونة العرب من تعاون معهم دمروا العراق ونهارت البوابة الشرقية للأمة العربية. وهذا حال العرب، هذا اللي أصبح حال العرب من وراء 2003. احنا ما ندافع على النظام، انا اصلا عندي مشكلة النظام السابق، لكن نظام وطني كان هنا كيانة ولا وجودة ولا هيمنته، وكان دولة مؤسسات ودولة قانون. لكن اليوم ما شاء الله دولة كليشيات ومخدرات وساقطين وحراميه يديرون العمليه السياسيه البائده، وحقدا كثيرا على السياسيين اهل السنه ذول الارانب اللي بقوا من طبيعي معاي العمليه السياسيه البائده اللي جابتها امريكا وايران. اليوم العراق اصبح مسرح ايران وامريكا، وكل العالم يشهد هذا الفقر والجوع والظلم والوباء، وتعليم ماكو، وصحه ماكو، ودراع ماكو، وصناعه ماكو، كل سبب امريكا. والشعب العراقي لا يتناسى انه مجزرة ابو غريب ومن سوري استعلوها الميليشيات العراقيه والامريكان هاي في السجون، حتى السجين المقام هو ما خلص من تعذيب الميليشيات والامريكان. اليوم هذا اليوم يعتبر يوم مطل المقاومه العراقيه الباطله اللي يدعون بها هذول النشامه الشرذمه، هذول يدعون بالمقاومه الباطله. اي مقاومه انتم عمي؟ انتم عندكم يوم مطني، لكن المقاومه الحقيقيه الباطله اللي هم انطر دمائهم هم اللي دافعوا عن العراق وقاوموا الاحتلال. لكن اليوم انتم لصوص، ناس ما لكم علاقه بالوطن، انت ناس ذيوله. شوفوا ولا تنسوا، شوفوا اول ما بدا بها ابراهيم اللعين عن الجيش العراقي المسلسل العملاقه، هذا الجيش العقائد، الجيش العقيده والسلاح، حماس الامه العربيه، وبعدين حل الاعلام، الاعلام الوطني، ودمر ما دمر. حصه ما حصه ماكو، قبل حصه الله شاهد عليا، نبيع منها ونجيب رزقات ونجيب مقامير وتقمر بالبيوت. نعم. وطلع شفت معكم على اياد الله وقال شكرا لامريكا، وعبد العزيز حب بوش من حقها، وهذا قدم سيدي الامام علي الداعي بابا خيبر للنسفيه، هم ذول اللي يقودون العمليه. نعم. انتم ناس هاذل. شكرا والله. شكرا لك ابو ياسين. ابو احمد من بغداد، حياك الله يا ابو احمد. حياك وبياك يا تاج راسي يا قناه الرافدين العصيله. تسلم لي راسك وراس كل العراقيين يا رب. ابو احمد اليوم 9/4، شو يمثل لك هذا اليوم؟ الله ربي يرضى عليكم، هذا يوم اسود في تاريخ بوش وقيام بوش الهزيل. تاريخ اسود في ذمه بوش اللعين، لعنه الله عليك يا بوش، لعنه الله على كيانك الهزيل يا بوش، لعنه الله عليك وعلى تاريخك الاسود يا اكبر ارهابي في العالم يا بوش. اللهم يلعنك، اللهم يلعنك ويلعن من ايدك على تدمير العراق يا لعين. يوم اسود عليك، حليت الجيش العراقي السابق اللي هو تاج راسك، بسطار الجند العراق السابق هو تاج راسك يا بوش يا لعين. اللهم يلعنك ويلعنك التاريخ. وتحية حب وإجلال لكل وطني عراقي ولكل جند عراقي من الجنود الأحد الذين قلوبهم على العراق وقلوبهم تبكي دما على العراق، وكل من يحب العراق تاج راسي أعتبره. أبو أحمد السؤال المهم أبو أحمد إذا تسمح لي، هذا الاحتلال اللي اجانا ونتج من يوم 9/4 الى اليوم هو بدايه احتلال البلد وبدايه احتلال بلدنا الغالي.
شنو نتائجه حسب رؤيتك اللي بيصير بالعراق؟ نتائج بوش جاب لنا نتائج الطائفيه ونتائج الامراض اللعينه وجاب لنا الخباثه وجاب لنا كل شيء جاب لنا مصائب الدنيا اللي هو جابها الارهابي بوش اللعين اللهم يلعنه وتحيه حب واجلال لمنتظر الزيدي ابو القندر كان على راس بوش. تحية حب إليك يا منتظر الزيدي ولكل بني الزيد اللي أنت منهم. نعم. أي والله. شكرا. يا عيوني لك يا 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 زيد الزيدي يا نا. منتظر الزيدي العفو. نعم شكرا شكرا لك أبو أحمد. حتى نكون منصفين 9/4 هو يوم احتلال بلدنا. إذا نريد نفكر بالنتائج راح أعطيها بصورة سريعة. وزارة الصحة العراقية وتعرفون مشاكلها. الأمراض المزمنة والخبيثة اللي طبت على العراق من يوم 9/4 لليوم، نزوح، خطف، مخدرات. العراق كان خالي من عدها واليوم العراق أصبح مصدر للمخدرات أكثر مما هو مستهلك. فساد، سرقات، تعرفون، أتاوات. كانوا قبل نسمع أكو شقاوات ويأخذون أتاوات من المنطقة حتى يحامون أهالي المنطقة، بس اليوم الأتاوات مو حتى يحاميك، حتى يأخذ من رزقك. زراعة تعرفون حالها، صناعة تعرفون حالها، وزارة التربية وما شاء الله عندنا مدارس صينية بال 2021. سيادة البلد يتمتع بسيادة عالية جدا بحيث أي دولة بالعالم تقدر تتدخل به وتقصف وتضرب وتسوي وتخطف وتسوي اللي تريده وما حد يقدر يحكي وياها إلا اللهم العراقي من يطلع ويقول أريد وطن ينشال بليلة مالها ضوء. مغيبين ما شاء الله عليها وشغلتين قالوها الشباب، المحاصصة اللي ما كنا نعرفها والطائفية اللي ما ربينا عليها. احمد من ديالى حياك الله يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام اخويا. اخي احييك واحيي برنامجكم هذا الرائع. حييك ربي يا ربي تسلم لي. وقناتكم الاصيله العربيه العراقيه. الله يحيي اصلك يا رب. هذا اليوم يوم اسود بتاريخ العراق. نعم. اللي شله محتلة أمثال بوش الأب وبوش الابن وتوني بلير وبرشلوني أبو سريلة لعنة الله عليهم وعلى برايمر اللي دمروا العراق واستباحوا العراق وجعلوا العراق هذا الذهب للسرقات والقتل والخطف والتهجير ودمروا هذا البلد. وأحييكم من كل قلبي وحي المقاومة الشريفة اللي انطلقت من الفلوجة البطلة اللي أراق أو الأمريكان أشر الهزيمة والخذلان. وحييكم مرة ثانية أخوي العزيز. حياك شكرا شكرا جزيلا لك. طبعا العراق من 2003 إلى اليوم ما أعرف نتيجة هذا الاعتلال العراقيين عفوا نتيجة هذا الاحتلال العراقيين شافوا يوم راح لو لا؟ هذا السؤال أوجهه إلى أخويا محمد من الموصل. حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عثمان محمد الموصل. والنعم منك يا أخويا، تفضل يا غالي. السلام عليك. تفضل أخويا. والله اليوم من 9/4 لحد هذا اليوم ما شفنا أي خير بعراق. نعم. اي والله كلها ما شفنا اي شيء. نعم. زين اخوي العزيز بوش وبلير ومجلس الحكم الانتقالي وما كانوا يسمون انفسهم معارضه في ذلك الوقت واللي هم هسه حاليا دا يحكمون هذا البلد امثال ابراهيم الجعفري ونور المالكي والشهر الثاني وعصام باتشي وغيرهم، دولة كلهم وعدوا العراق بأيام رخاء خلينا نقول وعدوا بأيام سعادة. تتوقع حققوا شيء لهذا البلد لو لا؟ والله أقول لك من 9/4 لحد الآن اليوم كل شيء ما شفنا منهم. نعم. دمروا العراق والله كل شيء ما شفنا. نعم. هسه صعد الورقة 147. نعم. المواطن العادي فقير ما يجيب، من صعد هاي الدولار؟ أنا وأنت صعد غير هذول السياسيين صعدوا. نعم. هسه دولار 147.
المواطن الفقير ما عنده راتب شلون يعيش؟ نعم. الاسعار المواد هي صعبه بالسوق. نعم نعم نعم. والله اخي العزيز هذول دمروا العراق كل شيء ما شفنا. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ عصام محمد من الموصل. على ذكر الموصل، من 9/4 لليوم تعرفون اللي جرى بالموصل. هذا ما اتوقع انه اللي جرى بالموصل هو مو نتيجه من نتائج الاحتلال. فحال الموصل اليوم وراء 18 سنة من احتلال العراق ودخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد الحبيبة، شنو وضعها اليوم؟ سؤالي هذا إلى أبو سالم من الموصل. تفضل أخوي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. نورك أستاذ أكبر. نحمد الله على كل شيء. صح الأحوال أبو سالم، بس إذا أمكن تنصي لي صوت التليفون، عفوا التلفزيون، وتسمعني من التليفون أعتذر منك. نعم نعم. أي عين. تفضل أخوي. يوم 9/4 يوم أسود بتاريخ العراق العظيم. نعم. وإن شاء الله الله يعيد الأيام بخير وسلام على العراقيين، وإحنا من هاي الدولة من 9/3/2003 ما شفنا من الحكومة غير الضيم والويلات والقتل والتهجير. هذا اللي شفناه من هاي الحكومة البائسة حيشاك. نعم. وإحنا ممنونين من هاي الإذاعة الطيبة قناة الرافدين، ونشكركم شكر جزيل. أبو سالم، أنت قلت إن شاء الله تنعاد أيام الخير على العراقيين، شنو الطريقة أو شنو الحل برأيك حتى تنعاد هاي الأيام على العراقيين إن شاء الله؟ والله يا الحل بيد الله يا أستاذ أفل، هو بيد الله. هو نعم يعني الحل بيد الله سبحانه وتعالى أستاذ أفل إن شاء الله. شكرا 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 لك أبو سالم. إذا أخواني الأعزاء ومشاهديني الكرام، يعني مثل ما شفتوا الأخوان كلهم يجمعون إنه هذا اليوم تاريخ اليوم 9/4 هو يوم أسود بوجه العراقيين. يا ترى من 9/4 لليوم وبهاي الذكرى ماكو يوم خير على العراقيين؟ سؤالي هذا إلى أخوي عبد الرزاق من بابل. تفضل يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذ أفل؟ الصراحة أستاذ أفل نعزي شعبنا العراقي بهذا اليوم الأسود. نعم. اللي أمريكا احتلت العراق بذراع واهية وما لها أي مصداقية بحجة النووي وبحجة يعني أرادت أن ندمر هذا البلد. هذا البلد العظيم اللي هو البوابة الشرقية للأمة العربية. والصراحة العراق هو السد المنيع للدول العربية، والبلد الوحيد اللي وقف بوجه إسرائيل. فأرادت أمريكا أن تقضي على هذا البلد حتى على موت تفتح المجال للوب الصهيوني والإدارة الإسرائيلية تدمير الأمة العربية. وما جاي نشوف اليوم الدول العربية لما عندما العراق وصل هاي الحالة شفناهم يعني كلهم طبعوا إسرائيل للأسف الشديد. فهذا اللي أرادته أمريكا على الأرض العراقية وعن طريق عملائها والخونة اللي باعوا الوطن. فاحنا من ذاك اليوم لحد هذا اليوم البلد يسفك بالدماء والقتل والحياه المتعبه والمواطن العراقي اللي يمر بظرف يعني كلش عصيب فبسبب هذا الاحتلال وهذا الدمار. فاللي ارجوه من الشعب العراقي ان يتكاتف ويكون ايد وحده ونقضي على هذه الطبقه السياسيه الفاسده. نعم. اللي هي الذراع الأيمن للأمريكان والإسرائيليين.
لا تغرك، مقاومة، ممانعة، ما أعرف إيش، كلها هذه اتفاقات على تدمير هذا البلد. فاللي أتمنى من شعبنا بشماله بجنوبه بشرقه بغربه نبذ الطائفية والوقوف بوجه هذه الطبقة الفاسدة وإعادة العراق إلى موقعه الأصلي. فإحنا بدون العراق صراحة ما نسوى شيء. فالعراق هو خيمتنا وهو بيتنا. فأتمنى من الله أن يحفظ العراق والعراقيين وأن يرفع هذه الغمامة السوداء من العراق. تحياتي لك سادة فتح. شكرا شكرا لك عبد الرزاق. أم حازم من كربلاء، حياك الله يا أم حازم. اليوم أنت تمثلين أول صوت نسوي بالحلقة، فأريد أسألك كامرأة عراقية 9/4 شي مثلك أختي العزيزة. رحم الله عبد الحسين. أنا راتبي كل شهر يطلون 14 سنة. كان ولدي يأكلون وياي من الصغار، حتى من كبروا ولدي كل ما طلع بيت الحالة وقطعة وراسي. ياما يطلوني هاي صار 6 أشهر يطلوني ياما 14 سنة. نعم. ما خلصت بس كان توصلون صوتي. وصل وصل أختي العزيزة. أي خي بس كان الله والله مليت ما خلصت مكان ما راحت. نعم وصل ان شاء الله ام حازم. بس هم انا ارجع واسالك 9/4 شي مثل لك امي؟ 9/4 شي مثل لخي؟ تاريخ احتلال العراق. اي لا وجبه لا كل شيء هسه تدمرنا دمار، يعني الفقر واي صار بالعراق. حصل علينا هاي الوجبه ما جاي ياخذها عن الحصه يوميه ما تجيني. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ام حازم، وان شاء الله وصل صوتك ووصلت مناشدتك، ونتمنى من الساده المسؤولين انه يسمعون هاي المناشده ويجيبون ام حازم وينفذوا لها رغبتها. اما الان نافع من الموصل، حياك الله يا نافع. نافع يبدو انه الاتصال ويا الاخ نافع انقطع، اتمنى انه تتصل بينا مره ثانيه حتى نسمع رايك بهذا الموضوع. العراق من 2003 لليوم في تراجع، كان متربع على عرش تصدير التمور بالعالم، كانت بأكثر من 30 مليون نخلة، اليوم بأقل من 10 ملايين نخلة. ب 18 سنة خسرنا ثلثينها. كان العراق عنده صناعة وتصدر إلى دول العالم، وأكو شيء يكتب عليه صنع في العراق، أما اليوم الصناعة العراقية منتهية. وتأييداً لكلامي سمعوا المقابلة ويا وزير الصناعة الأسبق لما طلع وقال أي وزير صناعة يجي لازم يتفق ويا الأحزاب ويقولوا له ويأمروا أنه ما تفتح أي معمل وما تشغل أي معمل، وقضية المصانع العراقية خط أحمر. سمعوا اللقاء للنهاية راح تعرفون ليش. أبو حسين ويانا، حياك الله يا أبو حسين. أبو حسين السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك حبيبي؟ الله يساعدكم ويساعدك يا رب. تفضل يا غالي. ألو. تفضل أخوي العزيز ده أسمعك حبيبي. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ نحمد الله على كل شيء. 9/4 شي مثل لك أخوي العزيز؟ يوم أسود 9/4، ابتلاءنا بالقوات الأمريكية، والابتلاء اللي نزل على العراق يوم 9/4 من قبل 9/4 بلاء ورا 9/4 بلاء أعظم. نعم. إذا أمكن أخوي أبو حسين نصيلي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون حتى يكون تكون المكالمة أوضح. يبدو أنه انقطع الاتصال ويا أبو حسين. شكرا شكرا جزيلا لك أبو حسين. أبو محمد من أربيل، حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام يا غالي. تحياتي لك والقناة الرافدين. حياك الله. يوم 9/4 يوم 9/4 يوم اسود للشعب العراقي. دمروا العراق، حطموا العراق، لا خلوه بزراعه، لا خلوه بصناعه، لا خلوه
تدريب تربية وتعليم، لا خلوا به كرامة، لا خلوا به احترام، دمروا العراق. هذول هذول منين جابوا لنا؟ الله جاب لنا اياهم هذول. الله ينتقم من امريكا، الله كلها من وراء امريكا. ولا العراق كان مرتاح، ما عنده شيء، زراعته وصناعته، الناس كانت تتمنى العراق. ابو امارات ابو القطر ابو امارات كان يجي بالثمانينات يقول للعراق اعطوني مهندسين عراقيين بس يبنون الامارات. ايش صار العراق؟ دمروا العراق، الله ينتقم من عندهم. يوم اسود للعراقيين، بس ان شاء الله ان شاء الله يرجع العراق للعراقيين. بس ان شاء الله انا اتمنى من الشعب العراقي يتكاتف، يعوف الطائفيه، هذا كردي، هذا عربي، هذا تركماني، هذا عراق، عراقنا. ترى احنا بدون عراق ما نسوى شيء. ذول دخلوا علينا، ذول دخلوا علينا غرباء، حتى الله ينتقم من عندهم، ما تنطردهم، ويبقى العراق للعراقيين. واشكرك استاذ شكرا رحمة شكرا رحمة شكرا لك ابو محمد. طبعا اخواني اعزاء، ابو محمد تتكلم عن حادثه زيارة الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق الله يرحمه إلى بغداد في سبعينيات القرن الماضي، لما انبهر بجمال العاصمة العراقية بغداد وتطورها في ذلك الوقت، وقال كلمته الشهيرة: أتمنى أن أجعل دبي مشابهة لبغداد. فشوفوا بال2021 دبي وين وبغداد وين صارت. بس عندي فيديو صغير، خلونا نتابعه عن تاريخ 9/4. تفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام. هيك كنا عايشين بهاي الايام، هيك كانوا الاطفال خايفين بهالسبب وبهالاصوات، كانوا الناس مذهولين. صحينا الصبح وشفنا هالمنظر اللي تشوفوه بصفي هسه. ابو محمد من سليمانيه، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم استاذ رفل العزيز. عليك السلام والرحمه والاكرام يا غالي. أول بداية أشكرك وأشكر القناة وأشكر كل من ساهم في هاي القناة والكادر جميعا. حياك الله يا غالي. أستاذ رفل العزيز، يعني هي من زمن البطل صدام الحسين رحمه الله إن هذا اليوم، يعني أكو صار نظام عسكري، شنو السبب الذي خلى صدام الحسين يحكم العراق 35 سنة؟ عبن كلها تعرفه، انت تعرفه وانا اعرفه، الحكومه تعرفه، كانت ايران ما تدخل بامور العراق بتاتا، حتى على الايرانيين مناطق ما تذكر، يقول لك تعال صير امان. استاذ انت ما تقنعها يصير امان بالعراق، لا انا المواطن اقنعها ولا انت المواطن تقنعها. يعني الايرانيين هم عوائلهم يفترون في بغداد، وأنا ابن ديرتي صار لي 7 سنين جوا خيمة، لا تحكي علي. أني أنا تقول والله أنا الحمد لله والشكر في السليمان صار 7 سنين ومرتاح، لا كجر في الصخر.
أنا مش صلاح الدين نازح من نهار يسلم، لكن أستاذ رافع الجف الصخر الذي تقاوت الجهال وما لهم يعني التفكير رده، يعني حتى الديار مالتهم ما جف الصخر أخذوها الإيرانيين. أكو عراقي يدق صدره بالحكومة يقول والله أن جرف الصخر تحرر ويرجع، أكو حد يتكلم من الحكومة؟ ما حد. قال يرفع رأسه من أي واحد إيران تخطره، قسما بالله هو وعياله تراب، حتى لو كان مصطفى الكاظمي هم يقتلونه. والدليل على ذلك طلعوا وهددوا قالوا انت جيت بدون انتخابات، انت جبناك وحطيناك لا تحكي بامورنا، خلاص عليك قاعد واسكت. استاذ رفل يعني متى يعني العراق هاي صار يعني من 2003 او من 2007 الى اليوم استاذ رفل يعني يا شريد حاكيك استاذ رفل يعني اخويا الغالي يعني احنا ملينا بنزوح صار 7 سنين جوا السادر، يعني هل هذا الشيء قبلك انت اخويا كمواطن؟ المواطن الفقير يستقبل للفقير، بس الشبعان ما يسمع كلام الجوعان. استاذ يعني اكو سنه محدوده يابا انتم والنازحين مثل لا 25 لا 26 لا 30 انتم ترجعون خاطر نقطع انفسنا لا ندوق ولا ناشد ولا هذا. استاذ رفل هو امل ماكو، امل ماكو، البيوت مهدمه والكهرباء شايلين السيوله والمحولات جف الصخر ذاك. يعني استاذ العزيز اكون من قناتكم الموقره احد من عندكم يروح الجف الصخر او قال لها ليثبت هي سليمانيه؟ يعني شوف الحاله انت بنفسك استاذ العزيز. نعم بحيث انا يعني اكذب عليك استاذ. نعم. شكرا 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 لك ابو محمد. وهم ابو محمد بس من كركوك، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم اخ افل. وعليك السلام والرحمه والاكرام يا غالي. تحياتي لك والى قناه الرافدين، القناه التي تحمل وتواكب هموم العراقيين من 2003 ولحد الان. لا شكر على واجب. اللي كان قد توصيف هذه القناه مهما يقدم لها من شكر واحترام. أخي أسهل، أبا تدري يوم 9/4 ماذا خلف 9/4 للشعب العراقي؟ 9/4 خلف تدمير العراق بالكامل، من مؤسساته، من قتل مليونين ونصف من أبناء شعبه، السجون متروسة بسبب هذا الاحتلال اللعين. يعني ما أدري هذا الشعب، يعني هذا أقول لك شعب خراف، بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن أولا أن ينقذنا من هذا الاحتلال اللعين. والسلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام والرحمة والإكرام. شكرا شكرا جزيلا لك. وآخر اتصال ويانا يعني بحلقة اليوم وختامها مسك، صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام ورحمه الله الكريمه وكادركم الكريم اللي جاي ينقل الحقيقه للمجتمع العراقي والعرب. بالنسبه ل 9/4 هاي ذكرى اليمه تمر علينا، هي احتلال العراق. فهواي ناس احنا نعرف من فئه معينه هم فرحانين بهذا اليوم، يعني اكو ناس فرحانه الحجداويين والميليشيات والاحزاب، لان هم لو امريكا 1000 سنه ما يحكمون. كل الأحزاب اللي جاي تحكمنا من 2003 لحد الآن، لو مو الأمريكان بغداد ما كان سقطت، ولو مو خيانة بعض الحكام العرب بغداد ما سقطت. لكن احتلال من 2003 لحد الآن شنو إنجازاتهم؟ شنو إنجازات هذول اللي كانوا يسمون فيهم معارضة وكانوا عايشين في أوروبا وبأمريكا وبريطانيا؟ شنو اللي كانوا يعني معاصرين التقدم الحضاري في الغرب؟ شيء اجوا من نقلهم هم هنا، سووا بالعراق، سووا متروات، سووا بناء، سووا مستشفيات، كل شيء ما سووا، دمار وبدمار وتدمير الاقتصاد وتدمير البنيه التحتيه والطائفيه والمحاصصه ودمروا البلد. وهذا التزوير اللي موجود هسه الايرانيين وغيرهم اللي دخلونا اكثر من 4 مليون ايراني جنسوهم عراقيين في سبيل يتحكمون بالانتخابات القادمه، وهذا القتل على الهويه والمناطق السنيه اللي دمروها. وحتى ب 2003 هم التهم يشكلون الحرس الوطني يسموه بوقتها،
والمناطق السنية في الأنبار وفي ديالة وفي حزام بغداد والموصل وصلاح الدين كانت تقاوم المحتل، وحاليا هم هسه سرقم هذا الشرف اللي موجود للمناطق السنية اللي قاومت الأمريكي، ويسمون انفسهم هم جماعة المماتعة والمقاولة، يقولون احنا قاومنا الأمريكان. شلون انت قاومت الأمريكان وانت جيت على ظهور الدبابات؟ شلون المالكي يقدر يقاوم وغيره ومقتدى الصدر وذول الحثالات قادة الميليشيات اللي يدمرونه؟ يعني فالتهت المناطق السنية بالمقاومة، وهم التهموا يشكلون حكومة فاسدة ومحاصصة ودمرهم العراق ودمرهم هذا. حتى إرهاب داعش احنا قبل 2003 ما نعرف هاي التنظيمات الإرهابية نهائيا، ما نعرفها، هم بعهدهم هم جابوا هاي التنظيمات الإرهابية وهم سلموا الموصل المالكي وزمرته ودمرهم المناطق السنية. وهذا التغيير الديمغرافي اللي جاي نشوفه حاليا وتدمير الاقتصاد العراق من زراعة ومن كهرباء ومن تجارة، كل مجالات الحياة هم دمروها، ما عندهم إنجاز. أتحدى أي واحد في جنوب العراق وفي غرب العراق وشمال العراق يجي يذكر لي إنجاز وطني من 2003 لحد الآن نهاية الحكومات المتعاقبة. ماكو عندهم إنجازات، كلهم عايشين بوزارات اللي بناها صدام الله يرحمه، والطرق اللي عمرها والجسور اللي سواها والمستشفيات اللي بناها، ما عندهم أي إنجاز. دمر من المجتمع العراقي بالكامل، والأذية هسه حاليا على المواطن العراقي البريء سواء كان شيعي أو سني أو كردي، المواطن يعاني. أما هم عوائلهم عايشين بأوروبا في ظل الحماية السفارة اللي موجودة المنطقة الخضراء اللي هي جاي تحميهم حاليا. فمع الأسف والله على الناس اللي فرحانة بهيك يوم 9/4 سقوط العراق، هي مو سقوط عراق، سقطت الحكام العرب كلهم سقطهم لأنه تآمروا مع العراق، وبالتالي صارت بعدها عواصم عربية بالكامل سقطت مثل اليمن وليبيا وسوريا وغيرها ولبنان. كلها جاي تعاني من وراء يعني اختفاء وتدمير الجيش العراقي السابق. نعم، شكرا لك أخ صباح. قبل ما أنتقل للواتساب، أكو نقطة يعني اعتبرها يعني احنا ما كنا فاهمين، يمكن هسه فهمناها لما طلع حيدر العبادي وقال انا احلم بالنقل العمودي بدلا من النقل الافقي. احنا ما افتهمناها بوقت عبالنا سيارات ومواصلات وتنقلنا وغير مكان، لا، يبدو ان هم كانوا يقصدون اللي دا يصير بي اليوم بالعراق، انه ارواح الشباب العراقي مباشره لسمه، فكان هو هذا قصده بالنقل العمودي. رسالة واتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل عاملين لقناتكم، حفظكم الله من كل مكروه. في هذا اليوم المؤلم مقرون بالحزن الطفل قبل الكبير، أكتب هذه الرسالة وقلبي يتألم بحزن على بغداد. بغداد بلد الأنبياء والمرسلين ومدينة السلام، إن شاء الله ترجع بغداد سيدة المدن وعروس البلدان، فيها يحيى الشعر ولا يموت. كل ما حدث فيها خلال 18 سنة من قبل حكام اللي يحملون جنسيتين ليس ولاءهم للشعب، وما يجري من قتل واختطاف وجوع أهم شيء عندهم الانتخابات والشعب هو الضحية. رسالة أخرى تقول: إنه اليوم الأسود بتاريخ العراق والعراقيين، إنه يوم دخول الرعاء وسقط المتاح، يوم احتلال بغداد حبيبة، يوم أسقاط النظام الوطني، يوم أسقطت به الهيبة العراقية وفتحت البوابة الشرقية لكل حاقد وسفيه، لكن لابد للجواد أن ينهض. رسالة أخرى: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق اليوم هو يوم المشؤوم ويوم النكبة العراقية العربية والأسود بوجه الاحتلال وأعوانه الخونة. العراق في السبعينات والثمانينات تربع على كرسي أقوى دولة في الشرق الأوسط من حيث دولة قانون وإدارة واقتصاد وجيش قوي ومؤسسات كبرى ودولة إنتاجية في كل المجالات، وهذا لا يخدم الغرب وخطر على حلفاء أمريكا والغرب والخونة العرب والصهاينة والفرس المجوس. بعد ما أمريكا استخدمت كل تآمرها ذيولها الخونة في المنطقة وباءت بالفشل، والعراق منتصر على كل التآمر، دخلت أمريكا وإنجلترا والغرب بالمباشر ومن تآمر من حكام بالمباشر على تدمير العراق بعد تهم واهية وذرائع باطلة ومغريات، وحصل ما حصل ووصل العراق وشعبه لهذا الحال. مبارك للجامعة العربية والنصر حليف النشامة. رسالة أخرى: السلام عليكم، بغداد لم تسقط ولكن دخلها الساقطون. رسالة أخرى تقول: تحية إلى العراق، عماني يحب العراق، تحية إليك أخي العزيز وإلى كل شعب عمان. سلام عليكم أخي أفل، هذا اليوم عن بذاك اليوم دزيت لك رسالة عن عركة أخوي، هو محلل، أكو أجوة وجماعة من الأحزاب وتعاركوا هم، وأخوي يقولون ناخذ خاوة، وهاي جماعة تابعة إلى مقتدى وهددوه بالقتل، هاي هي جماعة الأحزاب. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي أفل أتمنى لا تطلعون صورة إلى تمثال
الرئيس صدام حسين طلعوا صورته حقيقية خلنا نشوفها. ورسالة لكم أخي العزيز هو ما حصل هذا في 9/4 وإحنا صورنا ما حصل في 9/4. مشاهدينا الكرام 9/4 يوم أسود بتاريخ العراقي مثل ما قالوا المتصلين اليوم نتيجة ما حصل وراء هذا اليوم من سياسات مدمرة أكلت الأخضر واليابس ودفعوا العراقيين ثمن غالي له. هذا الثمن هو دم شبابه. بس عندي سؤال واحد، سؤال واحد إلى الصورة اللي طلعت قبل شوية بالبرنامج. شفتوهم ذولا اللي قاعدين داير مداير بريمر والضحكة فاردة وجوههم فرد؟ اللي صار وراها مجلس الحكم الانتقالي واللي صار وراها الأحزاب اللي جاي تحكمنا هسه، لو مشتغلين لهالبلد وبانين هالبلد ومعمرين هالبلد وناطين حقوق شعبه، كان صار اللي صار؟ لو كان حالنا هذا، لو كان حالكم ويا الشعب هذا؟ سؤال أتمنى تفكروا به. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر بنفس الموعد. في أمان الله.